السلام عليكم، حياكم الله. مشكلة بعضنا أنه يعتقد أن إدارة الأشياء متشابهة، أو إدارة البيوت أو المشاريع أو الأفكار يعتمد على اللي في ذاكرته أو يعتمد على علاقاته ثم يتورط. هذا يذكرني بقصة قديمة ومشهورة ومعروفة، الرجال اللي ربى له فيل، لقى له فيل صغير في الغابة وخذه ورباه وصارت بينهم علاقة قوية لدرجة إن الفيل هذا دخل عالم السيرك، يعني صار هين لين، خوينا يمتطيه ويركبه متى ما أراد. عاد يجي 20 سنة، بالمناسبة ترى الفيل يعيش يمكن نظن إلى 50-60 سنة، ووجد الفيل فهش خوينا وبش وفرحان إنه شافه، واتجه له يبي يحضن خرطومه، لكن الفيل شالبه فوق مصطبه وتهبده وبغى يذبح المسكين. شالوه للمستشفى ودوه، هم انه فاق في المستشفى، قال لهم هذا مو بالفيل الفلاني، قالوا لا هذا يشبه له. هكذا يتعامل كثير من الناس مع مشروعه، يعتقد المشروع هذا مثل المشروع ذا. لازم تكون حذر في تعاملك مع مشاريعك وشغلك، وترى ما يتشابه الا فيما ندر. السلام عليكم.